أحسن الله إليكم. أبو هاني من الطائف، تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤال عن سيارات الإيجار تنتهي بالتمليك، هذه إذا جلست شهرين ما سددت يسحبون على الشركة بنفس الموقع وتبقى عندهم هنا، وما أدري هل محرمة والجائزة ما هو. بارك الله فيك، شكرا. يا أخي بالبيع المنتهي التأجير المنتهي بالتمليك هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه منذ سنوات، ونشر وأعلن، ولكن هؤلاء لا ينزجرون عما هم عليه، وهذه معاملة محرمة لا تجوز، لأن البيع أو الآجار المنتهي بالتمليك جمع بين عقدين مختلفين في الشروط والأحكام، وأيضا التمليك لا مجهول، لا يدري ماذا تنتهي إليه السيارة أو غيرها، لا يدرى ما ينتهي إليه حال المؤجر، فهو بيع مجهول وفيه ضرر وفيه استغلال للناس. نعم.